أخي المؤمن، أنا أخاطبك الآن كإنسان مؤمن يضمن دخول الجنة إن شاء الله، يثق بأن الله سيدخله الجنة، ولكن هو يشكك بعذاب القبر، يقول ليس هناك عذاب في القبر، العذاب بعد الحساب. طيب، أنا سؤالي فقط لك أخي المؤمن، وأنا أخاطب المؤمن وليس الملحد، أخاطبك كإنسان مؤمن ترضي الله وتسعى لدخول الجنة، ما الذي يزعجك إذا تعرض المجرمون والظلمة ومن ينشرون الشذوذ ومن يأكلون أموال الناس بالباطل ومن يظلمون الناس ومن يغتصب ويقتل ويسرق؟ ما الذي يضرك إذا تعرض لعذاب القبر؟ أنا فقط اليوم لن أتحدث أبداً من القرآن أو من السنة، فقط بالعقل. إذا كنت أنت ستنعم بعد الموت، إذا كنت كإنسان مؤمن أنت تؤمن أن الله سيتوفاك وهو راض عنك، وأن ملائكة الرحمة ستأتي لتأخذك للملك، ملائكة الرحمة ستتوفى نفسك وهي طيبة، نفسك الطيبة ستعود إلى الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن شاء الله نكون جميعا من الشهداء الذين يعيشون لله ويموتون في سبيل الله، في سبيل العلم النافع، في سبيل خدمة الناس، في سبيل خدمة البشرية، في سبيل إرضاء الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إن شاء الله نكون أحياء عند الله. يعني أنا أرجو لك بعد الموت إن شاء الله وبعد عمر طويل أن تكون نفسك في جنات الخلد. طيب، أنت لماذا تنزعج من عذاب القبر؟ إذا كنت أنت بعيد عن عذاب القبر وبعيد عن عذاب الله إن شاء الله، لماذا يزعجك إذا تعرض المجرم في قبره للعذاب؟ لاحظت أخي الحبيب، المؤمن أخي الحبيب عندما يعلم، يعني أنت كمؤمن، أنا أريدك أن تفكر بينك وبين نفسك وبالمنطق والعلم والعقل، بعد الموت ماذا تتخيل شكل الحياة بعد الموت؟ هل تفضل أن تموت مثل الحيوانات لا قيمة لك وليس هناك أي شيء، ومجرد أي حيوان مات ليس له أي قيمة؟ أم تحب أن تنعم بعد الموت؟ أم تحب أن يكرمك الله ويرزقك بعد الموت؟ طيب، هل تحب أن تكون حزينا لحظة الموت أم فرحا باستقبال أجل الله؟ أنا أريدك أن تجيب بينك وبين نفسك. مما لا شك فيه، أنا سأجيبك طبعا، لأن الفطرة الإنسانية، الإنسان يحب أن يكون فرحا في كل لحظة، ليس لحظة الموت، في كل لحظة، وأصعب اللحظات التي تمر عليه هي لحظة الموت، سكرات الموت. فأنا وأنت نحب أن يكرمنا الله بعد الموت وأن يرزقنا وأن يجعلنا من الفرحين.
فرحين بما آتاهم الله من فضله. طيب أنت اليوم إذا ظلمك إنسان بالله عليك وضيق عليك وسرقك وأساء إليك وربما يعني سبب لك آلام كبيرة جدا، إساءات كبيرة، طيب مثل هذا الإنسان إذا توعده الله بعذاب في القبر، هل هذا الشيء مريح بالنسبة لك أم مزعج؟ فكر بينك وبين نفسك، إنسان مجرم يتعرض لعقوبة، لماذا تدافع عنه؟ رأيت أخي الحبيب؟ لذلك يعني أنا من أغرب ما سمعت يقول يخوفوننا بعذاب القبر. يا أخي لا نريد هذه الأحاديث كلها، سنلغيها. طيب وبعدين؟ لنفرض أننا ألغينا أحاديث عذاب القبر، طيب ماذا حققنا؟ يعني أنا شخصيا ماذا استفدت؟ أنا بالنسبة لي إن شاء الله، وبالنسبة لكل من يستمعني الآن وكل إنسان مؤمن يثق بالله، إن شاء الله لا نتعرض لعذاب القبر ولا لفتنة القبر ولا لظلمات القبر، بل تكون قبورنا نورا إن شاء الله، وأنفسنا هذه تصعد إلى بارئها عز وجل وتنعم وتفرح وتستبشر، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أتمنى أن أقضي على الخوف بعد الموت، أنا أتمنى أن يكون موتي هو بداية الفرح والسرور والاطمئنان، هو بداية لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طيب يعني 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 ما الذي يزعجك؟ أنا فقط هذا السؤال حتى الآن فعلا لم أستوعب، ما الذي يزعجك إذا عذب الله مجرما بعد الموت؟ فقط فكر بينك وبين نفسك. لذلك يعني من يقول إن الميت راقد ولا يشعر ولا يحس ولا، طيب ماشي تمام، ماذا استفدنا من هذا الكلام؟ ولا شيء. ولا شيء، لأن العذاب يا أخي الحبيب، أنا سأعطيك مثال من الواقع فقط، قلنا سنتحدث بأمثلة من الواقع. لو أن الدولة، أي دولة، ألغت عقوبة السرقة مثلا، يعني ماذا ستستفيد؟ لو قالت أنا سألغي عقوبة السرقة وليس هناك عقوبة، من الذي سيستفيد من هذا القرار؟ اللصوص. رأيت أخي الحبيب؟ اللص هو الذي سيستفيد من هذا القرار، بينما الضحية سيكون من؟ البريء. عذاب القبر أو عذاب ما بعد الموت هو عقوبة لهؤلاء المفسدين الذين يفسدون في الأرض. يا أخي إنسان مجرم قاتل قتل ثم عذبه الله، طيب أنت تريد ألا يعذب مثلا؟ يعني مثال، لو كان القرار بيدك وأعفيته من عذاب القبر مثلا، ستعفيه من عذاب يوم القيامة؟ إذن أنا بالنسبة لي حقيقة يعني مع الاحترام الكامل لكل وجهات النظر، أنا أعتبر كل إنسان يقول ليس هناك عذاب قبر، أعتبر هذا الكلام فارغ، لا قيمة له، لا على الأقل لا يضر ولا ينفع.
لا يفيدني بشيء. ماذا قدمت لي إذا أعفيت هذا المجرم من عذاب بعد الموت؟ أنا ماذا استفدت؟ ولا شيء. بينما على الأقل عندما تقول هناك عذاب بعد الموت، ربما يردع هذا المجرم، ربما يخاف. هو اليوم أخي الحبيب في أي دولة من الذي يضبط الناس؟ القانون. وكلما كان تطبيق القانون صارما أكثر رأيت الناس يلتزمون أكثر. مثلا في دولة تطبق قوانين صارمة في مجال المرور والسيارات، تجد أن الكل ملتزم. ما الذي يجعلهم يلتزمون؟ هل هو حسن الخلق، الضمير؟ لا، الذي يجعله يلتزم الخوف من العقوبة. لأن نفس هذه الدول في أمريكا، يعني أنا أتحدث اليوم في أمريكا، حيث التطور التقني والتكنولوجي، وحيث كما يقولون الحضارة المادية، يعني في هذه الدولة قوانين المرور صارمة جدا، فتجد قلما يعني يخترق هذا القانون إنسان، الكل ملتزم. طيب، يا هل ترى عندما تتعطل كاميرات المراقبة وتختفي أجهزة الأمن والشرطة كما رأينا في المظاهرات التي قامت من أجل السود وحقوق السود قبل سنوات قليلة، عندما قامت هذه المظاهرات رأينا كيف أن نفس الشعب، نفس الرجل الملتزم بالقانون، عندما غاب القانون كسروا المتاجر وسرقوا الأجهزة الإلكترونية إلى آخره. هذا رأيناه بأعيننا. إذا من الذي كان يتحكم ويضبط سلوك هؤلاء الناس؟ ما هو نفسه، هو الشخص نفسه يلتزم بقانون المرور عندما كانت كاميرات مراقبة تراقبه وكان الأمن يحيط به. عندما غاب الأمن وحدثت هذه الفوضى، فوضى المظاهرات، وغابت كاميرات المراقبة ربما يعني لفترة، ذهب الناس، نفس الشخص الذي كان يلتزم بالقانون خوفا من العقوبة أو الغرامة، نفسه كسر باب هذا المحل وسرق وهرب لأنه أحس أن لا عقوبة. طيب، الإنسان عندما يشعر أن هناك عذاب شديد لحظة الموت وبعد الموت، بالله عليك ألا يعني يكون هذا رادعا له من أن يطغى أكثر، يعني يضبطه نوعا ما؟ يعني عندما تذكره أو عندما هو بينه وبين نفسه يتذكر أنه سيموت، سيعذب في قبره، ستأتيه ملائكة العذاب بأبشع صورة، يعني هذه المشاهد ربما تجعله يخاف ويرتدع وينضبط. إذن هذه فائدة من فوائد الاعتقاد بوجود عذاب بعد الموت. جامعة أوريغون الأمريكية قامت بدراسة نفس هذا الموضوع، دراسة علمية مجردة، وهي جامعة علمانية كما تعلمون، يعني جامعة أوريغون، درسوا نسبة الجريمة في مجتمع يؤمن بالعذاب بعد الموت، ودرسوا نسبة الجريمة في مجتمع آخر لا يؤمن بالعذاب بعد الموت. ماذا كانت النتيجة؟ هل تعلمون؟ النتيجة صادمة بالنسبة للأحبة الذين ينكرون عذاب القبر، أن نسبة الجريمة في المجتمع الذي يؤمن بوجود عذاب بعد الموت أقل بكثير من المجتمع الثاني الذي لا يؤمن بوجود عذاب بعد الموت.
يعني أنا أتصور أن المنطق والعلم والعقل والواقع الذي نراه يفرض علينا أن نعتقد أن الله عادل، وأن الإنسان بمجرد أن مات توقف عمله، انتهى. فالفترة التي سيقضيها في عالم البرزخ لا يستطيع أن يعمل شيء أو يستغفر أو يصحح أخطاءه أو يتوب ولا شيء. فوجود نوع من العذاب في عالم البرزخ تمهيدا للعذاب الأكبر، هذا الأمر أخي الحبيب يتفق مع العدل الإلهي. يعني إنسان مجرم ظالم، انظروا إلى الذين يقتلون الناس ظلما وعدوانا في هذه الحروب الظالمة التي تحدث اليوم، مثل هؤلاء الذي قتل آلاف الناس مثلا، يعني تريد أن يكرمه الله لحظة الموت؟ أنت كإنسان مؤمن طبعا، إن الله غفور رحيم، الله يغفر ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بمصير إنسان أبدا. هناك إنسان قتل 100 شخص وغفر الله له، وهناك إنسان تكلم بكلمة من غضب الله هوت به في جهنم 70 خريفا. يعني أنا لا أستطيع أن أحدد مصير هذا أو هذا، ولكن أنا لي الظاهر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طيب، عندما تنتهي الدنيا ويأتي ملك الموت لإنسان مجرم قتل الناس وسرقهم ونهبهم، كيف تريد أن يعامله حيث أنه لا عمل بعد ذلك؟ بنفس الوقت هذا، لو كان لدينا رجل آخر مؤمن وصالح وصابر وكل حياته خير، يقدم الخير للناس، يقدم الكلمة الطيبة، يقدم العلم النافع، يحب الخير للناس، مثل هذا الإنسان بالله عليكم ألا يستحق أن يكرمه الله لحظة الموت؟ الله هو العدل. لذلك أخي الحبيب، خلاصة هذه الكلمة، أنا الأفضل بالنسبة لي، أنا سأستخدم المنطق الرياضي الآن، ماذا يحدث إذا اعتقدت أنه لا يوجد عذاب في القبر؟ أو ماذا يحدث إذا اعتقدت بوجود عذاب؟ سأقول لك بالتفصيل. إذا اعتقدت أنه لا عذاب في القبر، لن أفعل أي شيء، سأنكر وليس هناك عذاب وانتهينا. طيب، إذا صادفت هذا العذاب بعد الموت ماذا سأفعل؟ يعني أنا لدي احتمالين بالمنطق الرياضي، يعني احتمال إما أن يكون هناك عذاب أو لا يكون هناك عذاب مثلا. طيب، أنا أنكرت العذاب ثم تبين لي أن هناك عذاب، ما الذي سأفعله؟ لابد أن يكون هناك سؤال لي على الأقل، لماذا تنكر شيئا أنت أصلا مؤمن بالله ولن تتعرض له، لماذا تنكره؟ فسيكون موقف صعب. طيب، الاحتمال الثاني، أنا آمنت بعذاب القبر، وفي كل صلاة حقيقة في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هناك من لا يؤمن بحديث النبي مشكلتهم، ولكن أنا أقول لك ماذا أفعل. أنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، 4 كلمات. طيب،
أنا الآن إذا رأيت عذاب قبر أو كان هناك عذاب قبر، إن شاء الله لا نرى هذا العذاب جميعا إن شاء الله، ولكن لنفرض أنه كان هناك عذاب، طيب أنا في الجانب الآمن safe side، لم أنكر عذاب القبر، إذن لا أتحمل مسؤولية هذا الإنكار. الشيء الثاني، أنا استعذت بالله من عذاب القبر فنجاني الله منه، هي فائدة ثانية. طيب ثالثا، الفائدة الثالثة أنني عندما أعتقد بوجود عذاب في القبر بالنسبة للمجرم، أوتوماتيكيا سأعتقد بوجود نعيم في القبر بالنسبة للمؤمن إن شاء الله، وبالتالي هذا الإحساس أنا يريحني، أنا أرتاح حقيقة عندما أشعر أو أعتقد أو أظن أن الله سيكرمني بعد الموت أكثر مما أكرمني في الدنيا، وأن حياتي بعد الموت ستكون مليئة بالنور، مليئة بالفرح، مليئة بالاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة. طب هذه فائدة جيدة. طب إذا أنكرت عذاب القبر ماذا أستفيد؟ ولا شيء. حتى لو لم يكن هناك عذاب لا تستفيد شيء. فلذلك أخي الحبيب، منطق علمي ورياضي، استعذ بالله من عذاب القبر، اعتقد أن هناك عذاب، أنا هذه نصيحة أو وجهة نظر، ولن تخسر شيئا، لأنك إذا أنكرت عذاب القبر لن تكسب شيئا. تمام، يعني إنكار العذاب لن تخسر يعني لن تكسب شيئا في الدنيا، ولن تخسر شيئا، ولكن قد تتعرض لسؤال، لماذا أنكرت إذا كان هناك عذاب فعلا. طيب في حال أنك اعتقدت بوجود عذاب حتى لو لم يكن موجودا، أنا يا رب جاءني حديث من حبيبك عليه الصلاة والسلام، وحديث منطقي وحديث لا يخالف العقل، يأمرني أن أستعيذ بالله من عذاب القبر. طيب ما هي المشكلة؟ يعني هو عندما تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا دعاء أخي الحبيب، يعني يشمل أي ألم تتعرض له منذ لحظة الموت. يا رب نجني من أي ألم عند لحظة الموت وما بعد الموت. طيب ومن عذاب النار، طيب أنا أستعيذ بالله من عذاب النار، طيب شيء جيد هذا. طيب أستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، طيب قد أفتتن، قد أنزلق في طريق مظلم والعياذ بالله، طيب أنا بحاجة أن أدعو الله أن ينجيني من فتنة المحيا في الحياة والممات. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. طيب أنت تستعيذ من الشر، ما هو الخطأ في ذلك؟ طيب لو ألغينا هذا الحديث مثلا ماذا أقول؟ ولا شيء. طيب ماذا استفدت أنا؟ أنت إذا ألغيت هذا الحديث أنا ماذا استفدت؟ أنا أريد دعاء أدعو به، أريد أن أطمئن، أنا أريد أن أشعر أنني آمن بعد الموت. الموت مخيف أيها الأحبة، مجهول، شيء مجهول. كل الكائنات تخاف من الموت، فأنا أريد شيء يطمئنني، هذا الحديث يطمئنني. اعتقادي بوجود نعيم وعذاب بعد الموت، وأن الله إن شاء الله سيكرمني أنا وأنتم جميعا، هذا الإحساس جميل، مفيد، يعالج القلق، يعالج الخوف. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنني ويطمئنك، لا تخف يا أخي، لا تخف، أنت ستكون فرح، ستكون في رحمة الله، في رحمة الله هم فيها خالدون، ستدخل في كنف الله عز وجل، ستتخلص من شوائب ومصاعب
ومشاكل هذه الدنيا. يعني أعتقد أن القضية واضحة بالنسبة لكل ذي عقل، وإن شاء الله يعني نكون جميعا في حالة فرح بعد الموت، لأننا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بكتابه وآمنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الخير، لم يعطنا أمرا واحدا فيه شر لنا. أتحدى أي واحد أن يخرج لي حديثا صحيحا النبي أمر فيه بالشر، ولا حديث. وأتحدى أن يأتيني أي شخص ملحد أو غير ملحد بحديث واحد ليس فيه خير، حديث فيه أمر. طبعا القصص والروايات والأمور التاريخية أنا أقول لك أمر لي أنا، أعطني أمرا أمرني به النبي فيه شر. يعني قل لي مثلا النبي أمر بالعفو عن الناس، أمر بالصبر، أمر بإكرام الجار، أمر أن تقول خيرا أو أن تصمت، أمر بغض البصر، أي أمر أمر به النبي أتحدى أن يكون فيه شر، بل كله خير. لذلك أخي الحبيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا كنوزا عظيمة، كلها لمصلحتنا، كلها لاطمئناننا. أنا لا أستطيع أن أستغني عن هذه الكنوز في حياتي. أنا أحدثك عني شخصيا، آلاف الأحاديث قرأتها كلها فيها راحة وسعادة وعلاج وهدوء واطمئنان. فأن تخسر هذه الكنوز لماذا؟ ما الذي ستحققه؟ ولا شيء. نسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا جميعا. وحذاري أخي الحبيب أن تنكر حديثا نبويا لمجرد أنك رأيت شخص أو سمعت شخص ينكره فأعجبتك الفكرة هكذا واتبعته. الأمر خطير أن تقول على الله بغير علم، أن تتجرأ على الله وتنكر كلام نبيه، لأن هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لنفرض أنه صحيح أو غير صحيح، لنفرض هذا الحديث مثلا غير صحيح أو لنفرض أنه صحيح، أنت ما الذي ستخسره إذا صدقت بهذا الحديث؟ سنستخدم نفس الحجة المنطقية. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يحدثني عن البلاء، يقول لي إذا أحب الله عبدا ابتلى. يأتيك شخص يقول لا يوجد بلاء، أنت من تأتي بالشر لنفسك، أنت تستطيع أن تدفع البلاء، أنت إلى آخره، ينكر الحديث. طيب لنفرض أنه أصابك مرض عضال أو أصابك حادث، كل يوم هناك عشرات الآلاف من الحوادث تحدث في العالم، منها ما هو قاتل ومنها. طيب لنفرض لا سمح الله أحدنا أصابه حادث فأقعده. طيب أنا إذا اعتقدت أو إذا اعتقد هذا الشخص أنه هو الذي تسبب بالحادث وبدأ يلوم نفسه أو يلوم الآخرين ورفض فكرة البلاء وفكرة أن هذا الأمر مقدر عليه لحكمة الله يعلمه، إذا رفض هذه الأحاديث، طيب ما الذي سيجنيه؟ ماذا ستفعل؟ يعني بعد أن فقدت مثلا بصرك في هذا الحادث،
ماذا ستستفيد إذا اعتقدت أنك أنت أو غيرك هو السبب؟ ولا شيء. طيب في الجانب الآخر، أنا إذا اعتقدت أن هذا بلاء وحدث بأمر الله وأن الله يحبني لذلك ابتلاني، طيب هذا أمر فيه فرح لي، فيه مواساة، فيه صبر. طيب إذن أنا عندما كذبت حديث النبي خسرت هذا الإحساس الذي يعجز كل أطباء العالم أن يمنحوني مثله عندما يفقد الإنسان بصره نتيجة حادث. طيب لو اجتمع كل أطباء العالم ماذا سيفعلون له؟ ولا شيء. بينما حديث واحد إذا أحب الله عبدا ابتلى، وبخاصة في بصره أو في حبيبتيه في عينيه، وأبدله يوم القيامة خيرا منهما الجنة. يا أخي هذا إحساس رائع جدا، مريح، يصبرك ويعينك ويجعلك قويا ومتفائلا، حتى النظام المناعي يعمل بطريقة أفضل يعني طبيا وعلميا. من يكون لديه تفاؤل، وهذا البحث قامت به جامعة هارفارد، من يكون لديه تفاؤل وقدرة على الصبر والتحمل يكون نظامه المناعي أفضل وأقوى ويعيش عمر أطول. فإذا حديث النبي هو بالفعل هو كنز، هو شفاء، هو علاج، هو مواساة لي. لماذا تنكره؟ فقط لتقول لي أنت من يصنع البلاء وأنت طيب وبعدين؟ ما هو المصيبة وقعت وبالتالي يعني لا فائدة صدقوني من إنكار هذه الكنوز النبوية الرائعة. وأنا كل الأحاديث التي أنكرها بعض الناس لا فائدة، لم تقدم أي فائدة لنا أبدا، لم تقدم أي فائدة، بل خسروا المعاني العميقة التي غابت عنهم، مثل معاني البلاء، معاني الصبر، معاني أن يعني تشعر بالقوة، أن الله يحبك، اختارني لهذا البلاء لأنه يحبني. هذه مهمة جدا أخي الحبيب، هذه قضية مهمة جدا، أن تشعر أن الله يحبك، بدلا من أن تجلس وتلوم فلان وتلوم فلان على هذا الحادث ولن تستطيع أن تغير الواقع. يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.